Pour commencer, Saïda, honneur aux dames. Effectivement, Mourad, غنبداو بالجوائز او التتويجات خلال هذا الحفل الرياضي الفني، وغنبداو بجائزة احسن هدافة في الدوري المغربي للبطولة الوطنية النسوية لهذا الموسم، يعني موسم 2014-2015. وقبل ما نناديو عليها غناديو على السي العربي الشباك اللي معنا اليوم في القاعة. عربي الشباك جو بو دوموند دابلوديغ تخي 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 فور العربي الشباك. مساء الخير سي العربي. الفائزة بجائزة أحسن هدافة ابن البطي عوام ما هي إلا غزلان الشباك. On l'applaudit très fort s'il vous plaît. Peut-être quelques images de Gislaine. Les voici qui apparaissent donc sur les écrans. Encore une fois, félicitations. هذا الموسم سجلات 35 هدف. هنيئا الغزلان وهنيئا السي العربي على هذا التتويج. غنطلبوا مع من السي العربي كلمه غزلان والسي العربي تواجد. السي العربي والسي نسمعوا الصوت ديالك السي العربي. غزلان السلام عليكم. كنشكر كنشكر مسيو حدام على هاد يعني هاد الالتفاته وهاد البادره الطيبه اللي ما استثناش فيها العنصر النسوي في الرياضه، وكنتمنى لهاد الجمعيه واحد الاستمراريه، وهذا شرف ليا باش ناخذ التروفي من عند الاب ديالي، وهو اللي كان يعني السند الرسمي ليا في يعني في هاد الاستمراريه ديال كره القدم، وكنهني يعني كنهدي هاد التروفي هذا للفريق الجيش الملكي وكاع اللاعبات وكاع المسيرين اللي فيه، حقاش ساعدوني بزاف باش يعني باش نحرز على هذه الجائزه هذه ونسجل اكثر الاهداف. وشكرا. ميرسي. نسجل هذا السلعه.